نروح دلوقتي لميعاد تقرير كاميرا البرنامج من معرض الكتاب، والنهاردة هنسلط الضوء عن جانب تاني وهو الحرف اليدوية الموجودة في المعرض واللي ضمن جناح المجلس القومي للمرأة، وقد إيه جناح الحرف اليدوية جناح مهم وجميل وكانت محل إقبال كبير جدا من الجمهور. تعالوا نروح نشوف ونرجع لكم مرة تانية. احنا اول مره نشارك في معرض القاهره الدولي للكتاب في بجناح المجلس القومي للمراه. احنا جايين السنه دي متقسمين ثلاثه اقسام او ثلاثه بارتيشنز، عندنا تنميه المهارات، وعندنا مكتب الشكاوى المجلس القومي للمراه، وعندنا المكتبه المختصه بها. لو احنا هنتكلم عن تنميه المهارات في الاول، تنميه المهارات دلوقتي احنا عاملين زي ورش عمل بادئه معانا من يوم 26 يناير حتى 6 فبراير. كل كام يوم بنعمل اعمال يدويه، البنات هم اللي بتعملها او السيدات بيجوا يعملوها بطريقه حلوه، بيتعلم عن طريق مدربه بتيجي تدربهم ازاي يعملوا الحرف دي. انضميت للمجلس القومي للمراه من خلال صندوق التنميه الثقافيه، انا بشتغل فيه بقدم عروض مسرح عرايس من خلال العرايس اللي زي دي، والطلب انه يتعمل ورشه، فجيت انا كمصممه عرايس بقى، كنت اول مره اعمل ورش لسيدات كبار، فكان موضوع جديد عليا بس ادمنته وحبيته جدا، بقى حلو. وفكره انك ست تبقى سيده مسؤوله عن اطفال، ان تشوف في عينيها فرحه ان هي عملت عروسه، انها تديها لاطفالها وتحكي عنها، فدي ممتعه جدا. فدي كانت بدايه دخولي عن طريق صندوق التنميه الثقافيه، ومن ساعتها انا بتعامل مع المجلس القومي للمراه وطلعنا مع بعض ورش كتير. استفدت كتير جدا، ان حاجه حلوه لما تعملي حاجه بايدك وتاخديها معاك كمان، استفدت كتير جدا من والروح حلوه، حاجه جميله يعني، تجربه جديده كان فيها روح تعاون حلوه، وان انا عملت حاجه مفقوده في الزمن اللي احنا فيه العروسه، فشيء جميل يعني ان انا اشتركت معاهم. المعروضات اللي بنعرضها جلد وخرز وخوص وتصميم، هو كل اساس شغل تراثي، بس هو عملنا فيه تطوير، طلعنا منه شنط، ميداليات، حظاظات، عقود. هي مجموعه سيدات من سيدات حلايب الشلتين، هو تراثها اصلا، وطلعت منه بمنتج عشان هو يتسوق في التسويق وعشان يتباع. النهارده الحمد لله يعني كويس الشغل معانا، الحمد لله المعرض كويس معانا، مبسوطين جدا احنا شاركنا في معرض الكتاب. دي المعرض المرة الثالثة بنشارك في المعرض السنة دي، دي السنة الخامسة على التوالي مع المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة كجمعية نور البصيرة. احنا بنشارك السنة دي بمطبوعات برايل ومشغولات يدوية زي البامبو والشنط المشغولة تريكو وشنط القوس وأدوات برايل.